كثفت دائرة التنمية الاقتصادية حملاتها الرقابية على في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة لضمان سلامة ممارسة الأنشطة الاقتصادية تزامنا مع شهر رمضان المبارك، وبهدف التأكد أن المنشآت الاقتصادية تقوم بتطبيق اللوائح والقوانين المعمول بها لدى الإمارة والتأكد من الموازين المستخدمة في المعاملات التجارية قياساً على المواصفات والمعايير المعتمدة في الدولة. وشملت الحملات الرقابية في مختلف الأنشطة الاقتصادية كالمواد الغذائية وبيع التجزئة وصالات الرجالية والنسائية وأسواق الذهب، وإضافة إلى الأنشطة التي يزيد الإقبال عليها لا سيما مع تزامن هذا الشهر المبارك.